السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد الدوزاتاي اللي محبوب الجماهير وعزيز على الكل، هو الريشموند، لكن مقادير جديده ان شاء الله، كتجي لذيذه بزاف وعاوتاني ومغايره على الريشموند اللي كنت ديجا نزلت معكم شحال هادي. فلهذه الوصفه غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الزبده، ربع الزبده، جوج بيضات، كاس ديال السكر، ممكن ديرو حتى الكاس وربع، كاس ونص ديال الزيت، جوج كيس ديال خميرة الحلوة، جوج كيس ديال السكر فاني، جوج معالق كبار ديال الخل، وجوج معالق ديال بودرة الكريم باتيسيير. وغادي نحتاجو الدقيق حسب الخليط. فأول حاجة غادي ناخدو الزبدة، غادي ندير معاها لو سكر فاني، غادي ندير معاها السكر. فممكن نتوما تعجنوا في العجان، فانا ما غنديرش معكم العجان. لاش؟ لان بزاف د البنات ما عندهمش العجان، ومني كنخدم انا بالعجان كيحسب لهم هذيك الوصفه راه ما غتدار الا كان العجان. فمعليش غادي نمشي معكم بيديا وغادي نخدموا ان شاء الله. فاول حاجه درت سكر فاني مع السكر مع الزبده، وغادي والزبده دائما تكون في درجه حراره المطبخ. علاش؟ غير باش تعاوننا ما تكونش قاصحه. وغادي نخدمها هي وهاد السكر حتى تولي عندنا على شكل بوماد. فغادي نبقى كنخدم فيها حتى تولي لينا على شكل بوماد، وغادي تعجبكم كيف ما نالت الاستحسان ديالكم هذيك الريش بوند اللي بالحليب بوليسيما. فتا هي تجي زوينه بزاف، هذه حتى هي تجي رطبه وكتذوب في الفم بزاف بزاف. علاش؟ لان فيها الخل تيهشش لينا الحلوه ولا كريم باتيسيير، بودره ديال كريمه الباتيسيير. فراه متوفره، يعني كاينه الكريم باتيسيير متوفره. فغادي نبدا نضيف هذاك الزيت، كاس ونص ديال الزيت، وانا خدامه حتى تطلع لي تهيايا. هنا من بعد ما خلطنا دابا غادي نزيد هذوك جوج بيضات ونخلط حتى هي حتى ينسجموا. فكنلقاو راه كاع السيدات تيعرفوا كيفاش يعجنوا، يعني راه فدابا غادي نضيف جوج معالق ديال بودره الكريم باتيسيير، فهذا الريشبوند كيف كنقولوا لها محبوبه الجماهير، لانه فعلا واحد خاصهم يكونوا عامرين كلها مزيان. الاولى ما عمرتهاش، المهم جوج معالق كبار يكونوا عامرين بزاف. وغادي نضيف عليها جوج معالق كبار ديال الخل، المعلقه الاولى المعلقه الثانيه، صافي. وغادي نبدا نضيف نخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نبدا نضيف الدقيق.
صافي غنضف الدقيق اللي غيجمع ليا العجين. فعجينه الريشبون كتكون رطبه، فهاد البانه كتهز 250 غرام، فتقريبا بحال درت 250 غرام الاولى، وها 250 غرام الثانيه. فما كان ما كنقصحوهاش، كتبقى رطبه باش تجينا رطبه الحلوه. غادي ندير هذوك جوج كيس ديال خميره الحلوه، تقريبا تتهز كيلو غرام، عندك من 900 حتى الكيلو ديال الدقيق، ودائما على حسب الدقيق، لان كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي لا. صافي ما غنزيدهاش الدقيق، خاصها تبقى بحال هكايا. هانتم صافي ما غنزيدش، تقريبا قلت لكم من 900 حتى الكيلو، ولكن هذه راه ما هزتش كيلو، تقريبا زدت لي شي 800 غرام اولا 850 غرام، فهذا في هذا القياس في هذه الحدود. من بعد ما كي شفتوا خلطت هذيك العجين ديالنا مع بعضياتنا، فكورتها كويرات، ما بغيتش ندير معكم انني كنكور، لان كلشي تيعرف يكور الحلوه، فدرتهم هكا كويرات صغار كيف كتشوفوا. دابا سخنت الفران درجه حراره متوسطه تيسخن لينا الفران مزيان، وعاد ندخلوا اللاطه ديالنا طيب، ولكن ملي ندخلوا اللاطه نخليو العافيه ماشي مجهده، اقل من المتوسطه غير واحد شويه. علاش؟ باش تطيب لينا الحلوه من كيف من برا كيف من الداخل، وما تجيش معجنه. دابا غادي ندخلها تطيب، ومني غطيب غادي نتلاقاو باش نوجدوا الكونفيتور ديالنا مع بعضياتنا، والكوك اللي غادي نفندو فيها الريشبون. فاش كنقولوا الريشبون كنقولوا الكونفيتور، وكنقولوا الكوك. ممكن عاوتاني هذه حتى هي تقسموها على زوج، نص ديروه بالشوكولاط يعني ديروها في الكونفيتور والفارميسيل، ونص الاخر ديروه في الكوك. فانا غادي ندير هذه المره كلها غير بالكوك. هنا غادي ندوزو للرشبون ديالنا، ها هي ملي طابت فهي تتجي على هذا الشكل، تتجي لذيذه بزاف ورطبه رطبه رطبه، ومازال ما درناها لا في كونفيتور لا فوق لا والو، وكتجي رطبه. فشنو غادي ندير دابا؟ فغادي ناخذ الكونفيتور، فهنا غادي نستعمل انا ماشي الكونفيتور الجاري ديال الحلوه. بيني وبينكم الكونفيتور الجاري ديال الحلوه ما كتجينيش فيه واحد البنه اللي كنبغي انا في الحلوه، فغادي نستعمل هذا القراعي ديال الكونفيتور العاقد. غادي نديرو انايا في كاسرونه هنايا، وغادي نزيد عليه شويه ديال الماء الزهر وشويه ديال السكر كيف كتشوفوا. فغادي نفرغ، انا ما غنديرش غير هادي، راه غادي ندير هادي وحده كبيره، انا غادي نوريكم شنو غادي ندير. فغادي نفرغ هادي في الكبيره، يلاه مشي جيبها لي ولدي. فانا غير وريتكم انني ما غنديرش الجاري، فانا غادي ندير كونفيتور ديال المشماش، هذا اللي كيكون عاقد. واخا عاقد هذا ما فيهش دوك الطرف اللي كبار، فغادي نغليه مع السكر وماء الزهر، وغادي نصفيه، وعاد غادي نخدم به الحلوه ديالي. فغادي ناخذ الكونفيتور ديالنا غادي نديرو هنا في الكاسرونه بما جاء احمد من عند الحانوت، ونكمل الباقي. فغادي نزيد معاه ماء الزهر، وغادي نزيد معاه سكر سنيده، وممكن حتى جليكوز يجي. نجيب شي معلقه، غادي ندير واحد الكميه ديال السكر تقريبا هنا واحد 4 المعلقات،
وغادي نديرو فوق النار يبقى يغلى واحد 8 ديال الدقائق حتى يغلى ليا مزيان صافي. وغادي نصفيه وغادي نطلقوه باش تشوفوا كيفاش غادي نجمعوهم مع بعضيان. كيف كتشوفوا البنات الكونفيتور خليته حتى غلى مزيان، شوفوا كل اللون ديالو مع داك السكر وكيبقى يغلى كيولي اللون ديالو غامق. صفيته كيف كتشوفوا راه باقي كتلقى شي طريفات، واخا صفيته راه باقي فيه شي طريفات معليش. هانتو دابا غادي ناخذ، راني بديت انايا كناخذ الحلوه ديالنا كنلوحها كنرميها فهاد الكاسرونه في الكونفيتور كنخليها واحد الخمسه ديال الدقائق يعني في هذاك الكونفيتور يعني مغمسه فيه على هذا الشكل. كنخليها هكا تبقى مغطوسه في الكونفيتور وما الزهره عاطيه الريحه غزاله. صافي غادي نخليها واحد الخمسه دقائق كيف قلت لكم، عاد غادي نبدا نلاصق وحده مع وحده ونديرها في الكوك. انا راه بديتها هانتو هانتو، انا راه بديت شي حبات فكن نعانقهم مع بعضياتهم وكن نمرمدهم في الكوك. فانا غادي نخليهم واحد خمسة ديال الدقائق بحال هكا، وكل مره نقلبهم باش يشربوا لي هذاك الكونفيتور ويرطابوا مزيان. كي قلت لكم راه باقي الطريفات، فهذا غير رايي الشخصي في الكونفيتور زعما ديال الحلويات، فما فيهش ديك البنه ديال الكونفيتور اللي كنبغيو. فمن الاحسن نديرو هذا واخا غيتقام غالي ما معليش، كتجي الحلوه بنينه ونصفيو. ها هو صفيتو صافي كيولي بحال جاري، ولكن كناكلو كونفيتور يعني مذاقه زوين. درت على جميع انواع الكونفيتور الجاري باش نلقى شي وصفه شي وصفه ولا شي كونفيتور اللي زوين، والو ابدا. فمن الاحسن نشريو ديال الماكله كيف وريتكم، وهذاك اللي وريتكم بنين بزاف، هذيك لا مارك البركه راها زوينه بزاف. فصافي دابا غادي نبدا نهز نعانق وحده مع وحده على هذا الشكل فهمتوا، ومباشره ندير في الكوك نعانقهم مع بعضياتهم ونرمي في الكوك حتى ندير واحد الكميه على هذا الشكل. صافي كتولي العمليه سهله. هكا غادي نديرهم في الكوك هكا، يد لي ناشفه هي اللي غادي نخدم بها. على هذا الشكل صافي، ونحطهم في واحد البلايصه. هي هاد الحلوه راه ما تتبانش فحال دروك دابا راها واش رطبه ولا لا، المهم هي راه غير العجين راها رطبه، اما ملي كنديروها في الكوفيتور خلاص. فمني كتبات عاد كتولي عندنا هذيك الريشفون نيت هشيشه بزاف، هاد محبوبه الجماهير بحال هكا. انا غادي نكمل كل الكميه اللي عندي على هذا الشكل وغادي نطلقوه باش تشوفوها في الطبق النهائي بحول الله. هذه هي الريشبون ديالنا من بعد ما فنتها قدامكم في هذاك الكونفيتور والكوك، فهذا هو الشكل النهائي ديالها فاش كت يعني فاش كتبرد. فهي هذه هانتو تجي على هذا الشكل. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها كما جربتوا هذيك الريشبون ديالي اللي بثلاثه ديال الاشكال، فهي تقريبا كتشبه ليها نفس المذاق غير هادي مع هذيك الكريم باتيسيير والخل تجي اهش بزاف بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوا الريشبوند لانها لذيذه بزاف، وكيف كنعرفوا هي محبوبه ديال الجماهير هاد الريشبوند. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بقناتي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.